المؤتمر الصحفي الذي رد خلاله فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز على أسئلة الصحافة الوطنية. إذن كان المؤتمر شاملا وصريحا ومطولا، تضمن العديد من العناصر التي سنناقشها بقدر من التفصيل والتحليل في هذا الاستديو التحليلي الذي أرحب مجددا بضيوفه، الدكتور محمد إسحاق ولداه أستاذ بجامعة نواكشوط، مرحبا. الدكتور بتار وللعربي كذلك أستاذ بجامعة نواكشوط، مرحبا. ودكتور الحسين والمدو نقيب الصحفيين الموريتانيين، والدكتور عبد الرحمن والحرمة رئيس لجنة احترام أخلاقيات المهنة. إذا مرحبا بكم جميعا أيها السادة في مستهل هذا النقاش المفتوح. بدءا سأتوقف لدى كل ضيف لأعرف أهم النقاط التي سجلها من خلال هذا المؤتمر الصحفي، ما الذي استوقفكم تحديدا؟ في البداية ذكر فخامة رئيس الجمهورية أن هذا اللقاء خاص بالصحافة الوطنية، وقال كل الأسئلة يمكن طرحها ولا حرج في طرح أي سؤال. دكتور الحسين كيف تقرأون ذلك؟ شكرا جزيلا. للبداية أشكر التلفزيون الوطني على إتاحة الوصف. أعتقد بأن إلغاء رئيس الجمهورية مع الصحافة كان فرصة مناسبة لتعزيز المزيد من التواصل وتكريس حق المواطن للإعلام من خلال الإجابة على عديد التساؤلات التي يطرحها الرأي العام، عديد الانشغالات التي كانت إما مؤجلة أو معطلة، لذلك هي خطوة مهمة بحد ذاتها، خصوصا وأنها هذه المرة. ميكروفون حسين لو سمحت. لعل اليسارك. شكراً. أتني بالبداية أشكر التلفزيون الوطني على إتاحة هذه الفرصة، وأعتقد أن فرصة لقاء رئيس الجمهورية مع الصحافة الوطنية هي فيها كرة مهمة لما تتضمنه من آليات تعزيز التواصل بين الجسم الإعلامي وبين رئيس الجمهورية، زيادة على ضرورة تكريس حق المواطن في الإعلام، وهو الذي ظلت كما يقال تتجاذبه العديد من الأسئلة المعلقة والمؤجلة، والتي وجد في بعض من إجاباته إجابات عليها وبقية أخرى معطلة سنأتي عليها خلال التحليل. أذكر في هذا الصدد أن بعضا من الصحف كانت قد قاطعت التغطية نظرا للتنديد بما يعرف بمزيد من عدم المعمارية في اختيار المحاورين لرئيس الجمهورية، وهو ليس تشكيكا في مصداقية الزملاء الذين يعود تاريخهم إلى قرابة 3 عقود من الزمن بالعمل في الصحافة، وإنما مطالبة بالمزيد من إعمال الآليات في اختيار الأكثر تنوعا والأكثر تناوبا بين الزملاء الصحفيين. وآمل أن تتاح فرصة من أجل تحليل طبعا ما تضمنه خطاب لقاء رئيس الجمهورية. طبعا. إذا الدكتور عبد الرحمن نفس السؤال. إذا تخص الصحافة الوطنية بهذا المؤتمر أن يذكر رئيس الجمهورية أن كل الأسئلة يمكن طرحها بدون حرج، كيف تستقبلون على مستوى لجنة احترام أخلاقية المهنة الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الرأي العام الموريتاني والصحفيين الموريتانيين كانوا ينتظرون مثل هذا اللقاء الذي طالما تمنوا أن تكون هناك فرص للقاء بين المسؤولين والصحافة لطرح أسئلة الجمهور وتطلعاته وآماله وعرضها مباشرة على المسؤولين، وخاصة المسؤول الأول الذي هو رئيس الجمهورية. وكانت هذه فرصة حقيقة فرصة ثمينة، خاصة بعض الأوضاع التي مر بها البلد خلال غياب سيد رئيس الجمهورية. وعلى كل حال الكل يستبشر بهذا اللقاء، وقد طرح سيد الرئيس خلال حديثه مع الصحفيين العديد من النقاط، وتحدث فيها بكل صراحة كما قال، وطرحت بدون حرج كما قال، أن للكل يرى أنه يجب طرحها وقد طرحت. وعلى كل حال مما يلفت النظر أيضا، على كل حال هذا ستناول ما بعد، أن رئيس الجمهورية قد بدأ بصحة جيدة
وبدأ أيضا مطلع ومتابع للأوضاع، عكس على كل حال ما كنا نسمع وما نشر خلال الأيام الماضية. على كل حال سنعود للحديث لا شك خلال حديثنا عن الموضوع. شكرا. إذن دكتور محمد إسحاق، لو طلبنا عناوين بارزة وملاحظات أولية لما شاهدته من خلال المؤتمر، فماذا عساكم تقولون؟ شكرا. أعتقد أن هناك رسائل وردت في منطوق الخطاب، وهناك ما يمكن أن نسميها الرسائل الحافة بمنطوق الخطاب. أول هذه الرسائل هي الشفافية، حين صرح لا حظر ولا حرج، حتى لو لم يصل ذلك الخطاب العربي الفصيح ضاف عليها بالحسانية ما عندنا شيء جاحتين. هناك التلقائية، رئيس الجمهورية معروف عنه التلقائية، وبالتالي استمر في تلك التلقائية. اهتم أيضا بديكور المكان، أعتقد أن له دلالة لأنه كان مفتوح، ذلك يعني الانفتاح، ذلك يعني أيضا مسألة أخرى تتعلق بصحة الرئيس، أنه ليس هناك إجراءات خاصة، ليس هناك هواء مكيف، ولا وإنما المكان هو مكان مفتوح العام. روح الدعابة أيضا التي تحلى بها السيد الرئيس حين يقول أصحابك ذكمان ساميهم الشعراء لأنهم غضون مرة الفايتة، ذاكرة جيدة ما يكثر حد منه. إذن هذه الذاكرة ممتازة حين تحدث عن تاريخ الإرهاب، متابعة الملفات، الأرقام، الأسئلة. وهناك إشارة مهمة هي أنه كتب الأسئلة حتى لا يقال الرئيس عاجز عن الكتابة، فكل هذا كان إيحاءات حافة. التعامل بأريحية مع جميع الأسئلة، كان هناك أريحية مع جميع الأسئلة، كان هناك تجاوز للوقت المحدد للمقابلة، والرئيس أيضا لم يعترض على ذلك، مما يعني أن صحته جيدة وأنه يستطيع أن يتحمل الجلوس والوقوف كما تحمله من المطار، وبالتالي وضعيته وضعية جيدة. جملة القول أن تاريخ 13 أكتوبر، هذه الرسالة الحافة، ليس تاريخا للتذكر. الضابط لم يطلق النار على الرئيس، وإنما أطلقها على سيارة اشتبه فيها ومن تلقاء نفسه. ما قبل الحادث لا يختلف عما بعده. ثبات المواقف أمام الإليزي في المقابلة مع الصحافة الفرنسية وفي المقابلة مع الصحافة الوطنية. الرسالة العامة للمقابلة هي الانسيدان كلو، ان بريزيدان دي كونتراكتي اي ان فور. الخلاصة هي شوفي الرئيس، وموريتانيا لم تمرض أصلا. إذن شكرا دكتور محمد إسحاق. دكتور بتار. شكرا أستاذ تقي الله. أنا طبعا أهني الشعب الموريتاني بمناسبة ذكرى الثانية، الاحتفال بذكرى 52 لعيد الاستقلال، وهني هو أيضا من جديد على صحة سيد الرئيس التي يبدو فيها بكامل الشفاء الحمد لله إن شاء الله. في المزيد أود فقط أن أشير وأضيف إلى ما قاله الزملاء أن هذه الفترة فترة استثنائية تعيشها موريتانيا، وهي تحسد عليها خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي وبالديمقراطية المفتوحة، هذا من ناحية. وهي فترة أيضا استثنائية بالنسبة للرئيس نفسه، لأنه معروف بالصراحة وبالمواجهة، فيما يمكن أن نسميه نحن في مثلنا الحساني، ما كالش ما يخافش، بالتالي دائما عودنا على هذه الصراحة، وعودنا أيضا على أن تكون أولا موسمية سنوية في منطقة من المناطق ينفتح فيها على المواطنين ويشرح لهم جميع المواضيع وجميع ما يعني يتطرق إلى المسار الذي وصلت إليه موريتانيا. ثم ثانيا تكون طبعا حسب الظروف، كلما أتيحت له الفرصة في أن يجعل المواطن الموريتاني مطلعا على ما يدور في البلد يفعل وبكل ارتياح. وأيضا أؤكد على مسألة أخرى، وهي أنه بدأ متطلعا، أنا أعتقد أنه أكثر تطلع في هذه المرة من إطلالته في أطار. وشكرا. سأعيد طبعا، سأرجع إلى النقاط الأساسية التي تحدث عنها، منها ما هو شخصي يتعلق بصحته. طبعا هناك أسئلة طرحها الزملاء خلال المؤتمر الصحفي، سنتناولها سؤالا سؤالا، لكن قبل ذلك المؤتمر الصحفي أطر بكلمة عامة للسيد الرئيس، تحدث الاقتصادي والاجتماعية عن حسن التسيير. كيف قرأتم هذا المقطع من المؤتمر الصحفي؟ شكرا جزيلا. أعتقد بأنه ثمة عدة محاور يمكن أن نعلق على كل، سواء البعد الاقتصادي أو البعد السياسي أو حتى البعد الشخصي المرتبط بصحة رئيس الجمهورية، وثمة إضافات حمالية
تعلقوا أولا بقضية الصحة، لأنه لأول مرة يعلن بأنه أجرى عمليتين في باريس، وهذه كانت غائبة عن الرأي العام، والرأي سمير عليها في وقتها، كان ثمة التعتيم كشف عنه اليوم. الناحية الثانية أن الإصابة بدأت من الظهر، هذا على المستوى الشخصي، هنا على المستوى الشخصي. والناحية الثالثة أنه سيعود غدا، هذه إجابات أو إضافات جديدة حملها هذا اللقاء. حسين ضمن أسئلة فرعية سنتناولها أكيد. جزئية المحور الكبير هو المحور الاقتصادي. أجاب رئيس الجمهورية على البعد الاقتصادي في زيادة الرواتب الأخيرة بالحديث عن إمكانية أو عن إلغاء حتى لتأس، وهو مطلب في نفس السياق. عندما قصدت الجانب الاقتصادي الحديث كان ضمن المقدمة العامة قبل طرح الزملاء الصحفيين الأسئلة، كان هناك تأطير عام للمؤتمر الصحفي تضمن بعض الإشارات فيما يتعلق بالصعود الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى آخر ذلك. هذا كان في مستهل المؤتمر الصحفي. طبعا سنتناول محاور أن المدخل أستاذ تقي الله ما لفت نظري فيه في البداية هو تشجيع، حتى لا أقول تحريض، الصحفيين على طرح مختلف الأسئلة، وهذا انفتاح يجب أن يشهد به. والرئيس من خلال تعاطيه السابق سواء في لقاءات الشعب التي ينظمها كان دائما على درجة من التواصل مع الإعلاميين، لأن التواصل مع الإعلاميين هو في النهاية تكريس لحق المواطن في الإعلام، وهو أمر مثمن ومقدر ومهم في هذا الصدد. كنت أود فقط الإشارة إلى المحاور الأساسي، المحور الاقتصادي، الإضافات التي حملها هي إلغاء قضية الإتأس، وهو مطلب نقابي قديم بالنسبة للشغيلة عموما، وأتمنى أن يتم تطبيقه بطريقة فعلية. ثمة إشارة أيضا على المستوى الاقتصادي إلى أن موارد الدولة في حدود 70 مليار لهذه السنة خارج العائد من الاتحاد الأوروبي، وهذه إضافة جديدة أيضا. لم يتحدث كما سنأتي عن برنامج أمل، واكتفى بالإشارة إليه في خطابه بأنه سيتواصل، وهو أمر اجتماعي مهم بالنسبة العامة. هذا فيما يرتبط بالبعد الاقتصادي أو الإضافات التي حملها اللقاء الجديد. في البعد السياسي جدد موقفه القديم من القضية النزاع مالي، لا حرب في مالي ولن تتدخل موريتانيا في مالي، هذا على المستوى الخارجي. زيادة على البعد السياسي المحلي، ثمة دعوة خفيفة إلى مزيد من التحام الصف الوطني حيال التحديات، وثمة تجاهل، وهذا ما استغربته كثيرا، لمبادرة مسعود، وكأن رئيس الجمهورية اعتبر بأن ما حدث قبل 13 أكتوبر وما بعدها لم يقع تغيير، أو لم يستخلص الدروس سواء تلك المرتبطة بضرورة ابتداع آليات لمواجهة المركزية أو استحداث مفهوم المانع المؤقت في الدستور أو غير ذلك، أو أن الأزمة السياسية حتى ولو تلفظ بها في هذه المرحلة وأشار بطريقة خفيفة بأن لا مانع أن كل الأمور يمكن أن تحل، إلا أنني تفاجأت شخصيا أنه ليس في التعاطي مع منسقية المعارضة، وإنما على الأقل حليفه في الحوار زعيم الجمعية الوطنية مسعود بالخير، والمبادرة التي كان أغلب الرأي العام ينتظر أن يكون رده إيجابيا عليها، أو تفاجأت بأنه في هذه المرحلة لم يقدم نبرة إيجابية حيالها. كنت أتوقع أنه في فرنسا كان ثمة إملاءات المكان قد تفرض على الأقل التحفظ بالبشارة إلى حين العودة إلى البلد، أما وقد عاد فكان الرأي العام يتطلع بإجابة شافية على المبادرة، مبادرة مسعود خصوصا، على الرغم من أن الرئيس لم ينفي وجود أزمة سياسية، قال حتى مع وجود أزمة سياسية فكل الأمور تعالج، وهذا يدخل ضمن إطار الدعوة الخفيفة إلى توحيد الجهود المحلية مع مختلف السياسيين أو الفاعلين لمواجهة التحديات. ثمة موقف شرح في السياسة الخارجية شرحها وكد فيها الموقف القديم، وكان الحوار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، تمت الإشارة كذلك إلى بعض المبادرات. إذا أخذ رأي الدكتور عبد الرحمن السياسية الواردة في المؤتمر الصحفي. تحدث سيد رئيس الجمهورية خلال حديثه قبل أن يتناول الصحفيون إلى تقديم أسئلتهم، تحدث عن الحالة العامة الاقتصادية للبلد، وقال بأن هدف سياسة الحكومة وسياسة الدولة هو تحسين وضع المواطنين المعيشي. تحدث عن حوار أحزاب المعارضة، المعارضة المحاورة، وأن الهدف هو توفير الأمن والاستقرار،
تحدث عن برنامج الحكومة خلال 3 سنوات، وهنا ما يقرأ من خلال ما قدم رئيس الجمهورية أو ما يمكن أن يفهمه المحلل أن لا تعديل أو لا تغيير في الحكومة قبل 3 سنوات، لأن برنامج الحكومة مبني أو وضع ل3 سنوات، وأن هذه الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها. وأشار في خلال رده على بعض الأسئلة أن لا داعي للتغيير، أن التغيير أن ما دامت هناك حكومة تعمل وحدد الأهداف التي تسعى إليها هذه الحكومة، وهي توفير أولا رفع القوة الشرائية للمواطنين، محاربة البطالة، تحسين ظروف المواطنين. هذه 3 أهداف حددها أنها هي برنامج الذي تعمل عليه الحكومة. بشر أن هناك وضع اقتصادي مريح في البلد، وأن لا داعي للانزعاج، بأن حتى ولو لم تحصل الحكومة على الموارد التي كانت من المنتظر أن تحصل عليها الدولة الموريتانية من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الصيد، أنها الحكومة الموريتانية يمكن تستغني عنها، ولهذا حتى أنها لم تدرج ضمن الميزانية الجديدة، لم تدرج منها. إذن فهذه الأموال التي ستدخل من الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاقية ستكون زيادة بالنسبة يمكن أن تستعمل في مشاريع أخرى مستقبلية. كما أن أيضا سيد الرئيس تحدث عن قضية الحوار. قضية الحوار قال بأن لا داعي للحوار مع المعارضة التي لم تنضم إلى الحوار الماضي، أن هناك حوار، أن هناك اتفاقية دكار كانت اتفاقا، وهذا الاتفاق دخل فيه الجميع، وفي هذا الإطار جرت الانتخابات الرئاسية وانتخب رئيس الجمهورية، وهناك برلمان وهناك حكومة. إذن لا داعي لحوار جديد غير الحوار الذي جرى مع جزء من المعارضة، وهي التي دخلت في حوار مع الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية، وهذا الحوار نتجت عنه مجموعة من التوصيات، وهذه التوصيات وضعت قيد التنفيذ، ومنها اللجنة المستقلة للانتخابات، ومنها بعض الإصلاحات الدستورية التي اعتمدت كقانون. إذن هذا أيضا جانب تناوله الرئيس في خلال حديثه الأول. أنا أعتقد دكتور عبد الرحمن أن المحور البارز فيما يتعلق بالوعد السياسي في هذا المؤتمر الصحفي يتمثل في أنه لا توجد أزمة سياسية في البلد، وأنه ليست ثمة ضرورة لحكومة وحدة وطنية. دكتور إسحاق تعليق سريع. نعم شكرا. هو كما تفضلت، لكن يبدو لي أن المحاور كلها لديها نقطة ارتكاز أساسية، وهي مسألة الحادث. أعتقد أن الرئيس أراد بكل صراحة من خلال الخطاب المباشر ومن خلال الإيحاءات أن يقول إن هذا الحادث هو حادث عرضي ينبغي أن ننساه، ليس هنالك ما قبله وما بعده، ولذلك أكد على الاستمرارية. هنالك استمرارية، المواقف التي كان الرئيس يدافع عنها قبل الحادث هي نفسها التي استمر في الدفاع عنها. المشروع الذي كان السياسي الذي كان يطبقه هو نفس المشروع. يعود هذا لماذا؟ لأن الحادث في حد ذاته تم تضخيمه، حمل رمزية معينة، بنيت حوله أساطير، نظر إلى أن ما بعد الحادث لن يكون شبيها بما قبل، وروج لذلك كثيرا. فأعتقد أن مقابلة الرئيس هي تأكيد على أن هذا حادث
عرضي هامشي لم يؤثر في على المستوى الشخصي من خلال تأكيدي على صحتي وعلى إعطاء معلومات صريحة عن هذه الصحة، ولا على مستوى أيضا النهج السياسي ولا على مستوى الوطن. ليست هناك أزمة، لا داعي لحكومة وحدة وطنية. مبادرة مسعود التي تحدث عنها السيد النقيب، أعتقد أن موقف الرئيسي منها لا يمكن أن يكون إلا كما هو، بمعنى أنه قبل الحادث لم يتخذ منها موقفا صريحا وواضحا، وبعد الحادث لا يمكن أن يتخذ أيضا منها موقفا صريحا وواضحا، حتى لا يقال إن ذلك ترتب على الحادث وبالتالي ندخل في قراءات مختلفة. فأعتقد أن ما أراد الرئيس أن يؤكده أن الأمور كما هي، وأن الحادث هو حادث عرضي شخصي كما قلنا وانتهى، ولا يترتب عليه شيء أصلا، وبالتالي هنالك استقرار، هنالك استمرار، لا داعي لحكومة وحدة وطنية. وسنتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية لاحقا، وعن ما يمكن وقد عرفناها من قبل وجربناها وما الذي حدث في تلك الحكومة. فإذا أعتقد أن الموجه الأساسي لهذا اللقاء هو أن هناك استمرارية، أن هناك نهج سياسي مستمر ولا شيء يستدعي استحداث أمور لم تكن موجودة من قبل. إذا قوس مختصر دكتور إسحاق، نقاط القوة ونقاط الضعف في حكومة الوحدة الوطنية، وقد أشرت إلى ذلك. نعم، حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة استثنائية، لأنه الصحيح أن تكون هنالك حكومة أغلبية ومعارضة فاعلة تقوم بدورها، لكن تلجأ الدول إلى حكومة وحدة وطنية حين تكون هنالك أزمات تدعو إلى إشراك جميع الطيف السياسي في تسيير الشؤون السياسية للبلد. لكن هذه الطريقة يلجأ إليها فقط في العالم الثالث، تكون هنالك حين تكون هنالك أزمات في العالم المتقدم، المعارضة توقف نشاطها المعادي للحكومة بسبب الأزمة. لإدارة الأزمة لا تطالب بحكومة وحدة وطنية. هذا يحدث في البلدان العالم الثالث لأن الوضع هش. من مساوئها وقد جربناها، جربنا حكومة وحدة وطنية، أن أصبح هنالك تقاسم للمكاسب من خلال الطيف السياسي كله. وبالتالي هذا يجعل أولا الحكومة ضعيفة، لأن الولاءات تكون للأحزاب بهذه الحالة، وبالتالي الولاء لتسيير الإدارة يصبح صعبا. ثم أيضا تنتفي الرقابة وهي مهمة، لابد من معارضة تراقب عمل الحكومة. حين تصبح لدينا حكومة وحدة وطنية تنتفي هذه الرقابة، ويصبح كل الفاعلين السياسيين مسيرون للوطن ولا رقيب سياسي عليهم. وأعتقد أن تجربة الحكومة السابقة لم تكن تجربة جيدة، وكل المتانين يعرفون الأزمات التي حدثت أثناء تلك الحكومة التي جربناها، الحمد لله لم تكن الفترة طويلة. واضح. إذن دائما في قراءة المحاور السياسية الواردة في المؤتمر الصحفي الدكتور بتار، إذن هل لديك قراءة مطابقة أو منافية لما قدمه الدكتور حسين فيما يتعلق ببعض النقاط؟ ذكر قراءة من خلال المؤتمر الصحفي موقف من مبادرة الرئيس مسعود، خالفه الدكتور إسحاق في ذلك. إذن بشكل عام كيف تقرأ المحور السياسي في هذا المؤتمر الصحفي؟ أنا أعتقد أن ما يخص المحور السياسي كانت هناك إجابة على ثلاثة أسئلة بشكل مباشر من طرف السيد الرئيس. السؤال الأول هو طبعا بعد أن تطرق إلى 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 قدم البرنامج المعروف كيفية التعامل مع الضعفاء ومع المحاور الاقتصادية، وأيضا تحدث عن صحته الشخصية، وبالطبع طبعا كما هو واضح تبين فيها الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، منذ البداية طبعا، لأنه لم يحدث تغيير بالنسبة للرواية الرسمية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أعتقد أنه كما ذكرت أجاب على ثلاث أسئلة فيما يخص المحور السياسي. السؤال الأول هو ماذا بعد العودة، خاصة أنه ظهر في الإليزي مع الرئيس الفرنسي، واعتقد البعض أن ذلك سيؤثر على موقف موريتانيا فيما يخص قضية الجارة مالي. وبالتالي أجاب بكل أريحية أننا لا ندخل الحرب في الحرب مالي، لن ندخل حرب مالي، يعني الجواب كان واضحا. هذا الإجابة على السؤال الأول. الإجابة على السؤال الثاني هو ما كان متداولا خلال غياب السيد الرئيس فيما يخص مبادرة مسعود، وأنها سترقى كما ذكر الدكتور النقيب، تلقى أذانا صاغية من السيد الرئيس. كان الجواب طبعا مفاجئ، لأنه قال بأنها سترجعنا إلى الوراء،
هو بين قوسين لا أود أن أول أو أفسر بشكل استعجالي ما قاله السيد الرئيس، لكن هو يقول أنه يرفض إلى حد ما التعامل مع مبادرة الولي سعود لأنها تقف على ركيزة أساسية وهي تشكيل حكومة انتقالية. الجواب أعتقد الآخر هو كيفية التعامل مع الحوار، وطبعا هذا لم يجد فيه جديد. مسألة باب مفتوح أمام الأحزاب التي تود الدخول في الحوار، وما زالت الحكومة طبعا تمد يدها إلى من يود الحوار ولم يجد جديد. أعتقد أن من الناحية السياسية التي استوقفتني وكانت الإجابة عليها إجابة على أسئلة مباشرة بشكل مباشر. إذا في هذا المحور بالذات قبل أن نتجاوز إلى أسئلة فرعية الدكتور الحسين، تم الحديث عن الحوار وأكد السيد الرئيس أن الباب مفتوح، لكنه استطرد متسائلا ما الذي تريده المعارضة، بمعنى ما هي الحلول، ما هي السبل المقترحة لحل هذه الأزمة التي يرى أنها غير موجودة أصلا. هو أكيد أنه أشار إلى أن كل الأمور يمكن أن تعالج، هذا في إحدى كلماته، زيادة على نوع من الدعوة إلى المزيد من التلاحم لمواجهة التحديات الخارجية، ولكنه بقي على موقفه قبل رصاصة 13 أكتوبر وقبل الاحتقان السياسي وقبل الأزمة السياسية. وقد لا أشاطر الرأي لدكتور أستاذ إسحاق، لأن البقاء والاستمرار على ذات الموقف دون التكيف مع طبيعة المستجدات في احتقان سياسي وبعد مؤسسي حاضر ومشهود أمور قد لا يمتدح بها، لأنها في العادة يجب أن نكيف واقعنا. أكيد رصاصة 13 أكتوبر أثرت وتؤثر سواء في رؤيته للأشياء من حولها، وهكذا ينبغي أن تكون، وسواء في طبيعة تعاطيه مع المشهد السياسي بالبلاد. الاحتقان السياسي السابق عليها أيضا أثر ويؤثر، وكان الرأي العام ينتظر على الأقل تعاطيا وتغيرا في الموقف، يؤمن بأن الفعل السياسي حاضر وبأن الأزمة أزمة سياسية وليست أزمة فنية. وهذا ما يجعل أنه من خلال حديثه الرئيس أصر دائما على أنه بموقفه وبشرعيته الانتخابية أن الوضع كما هو، ولا سبيل إلى تحقيق أي تنازل قبل الانتخابات وعبر صناديق الاقتراع. نقف عند هذه النقطة، تعقيب سريع للدكتور إسحاق. شكرا. كما تفضل السيد النقيب، المستجدات هي التي قد لا نتفق عليها، لأنه بعد أو على الأقل الرؤية التي ينطلق منها السيد الرئيس أنه بعد الرصاصة كما سميتها رصاصة 13 ليست هنالك مستجدات، بمعنى لم يستجد شيء، بمعنى أن الحادث يتم احتواؤه وإعطاؤه حقيقته. الرئيس أصيب خطأ وانتهى الأمر. ما حدث من اعتصامات ومظاهرات كانت قبل الحادث، إذن ليس هنالك جديد، اللهم إلا غياب المنادات بالرحيل، المنادات بالرحيل، وهذا الشعار أيضا بدأ يفقد زخمه منذ فترة حتى قبل الحادث. فإذا يبدو لي أن الرئيس لا يجد أن هنالك مستجدات تستدعي اتخاذ مواقف جديدة. الأمور كما هي، وإذا الاستمرار على نفس النهج الداعي كما تفضلتم إلى أن نذهب إلى انتخابات، أن التغيير لا يمكن إلا أن يكون عبر الآلية الديمقراطية، وبالتالي الرفض المستمر لاستخدام الشارع، لاستخدام الوسائل غير الديمقراطية من أجل الوصول إلى السلطة، وقد وصلنا إلى أوجها من خلال التحريض الواضح على الانقلاب بعد غياب الرئيس. وبالتالي الرسالة التي يبدو لي أن الرئيس أراد أن يوصلها إلى الموريتانيين هو أن ما قبل 13 أكتوبر شبيه مما بعد 13 أكتوبر على مستوى الدولة وعلى المستوى الشخصي. أنا فقط للتعليق على نقطة قبل أن أعتقد بأن الرسالة التي حملها الخطاب زيادة على الإيمان بضرورة مواصلة المسار وفق الأسس الدستورية التي قام عليها لاحقا، أنه أعلن عمليا أن كل المبادرات التي تم التقدم بها سواء تلك التي قدم بها مسعود أو غيره هي، وعلى لسانه نقدر نسميها أنها ديزينيشاتيف مالريز، مثلا لم يتم التعاطي معها، وأن الأسس الدستورية ستكون، وأعتقد بأن هذا واعتقد بان هذا جزء من الرؤيه التي يحملها رئيس الجمهوريه، هي رؤيه قائمه على ضروره تجسيد الملموس،
على المقاربة العملية، على الاهتمام باقتصادية التنمية. الكبيرة التي إشكالات ليست مباشراتية أو بسيطة وإنها مؤسسية وسياسية. إذا نستمع إلى الدكتور عبد الرحمن في هذا المحور بالذات. دكتور عبد الرحمن، على كل حال أعتقد أن ليس هناك تغيير في خطاب سيد الرئيس بالنسبة لوجهات نظره التي أبداها كما قلت سابقا، لا بالنسبة للحوار ولا بالنسبة لحكومة وحدة وطنية، لكن هناك ربما تلطيف جو أنه أشار أن ليس هناك شيء لا يمكن الإقدام عليه، كما أيضا أن هناك تأكيد أكد على ضرورة أن الموريتاني أمام المخاطر المحيطة بالمنطقة خاصة بالنسبة للأوضاع في مالي، في شمال مالي، أن على الموريتانيين جميعا، وهذه دعوة للمعارضة، أن يتوحدوا أمام المخاطر التي قد تهدد البلد، وهذا لأن البلد ليس كما قال على لسانه ليس لفلان أو فلان، وإنما هو لكل الموريتانيين، وأن يجب أن يتعبأوا من أجل الدفاع عن الوطن. وأشار إلى أظهر أيضا موقفا واضحا وصريحا، وهو أن موريتانيا لن تذهب إلى الحرب في مالي، لكن ترك فتح قوس أن عندما تداهم الأراضي الموريتانية أن الرد لن يكون فقط للمنطقة التي تم منها الهجوم، وإنما يمكن أن تتجاوزها إلى مناطق أخرى. هذه كان على هذا هذا كان محور الموالي. نعم. لأنه نعم. بالفعل ما يجري من متغيرات وأحداث في الجارة مالي يستوقف الرأي العام المحلي، واعتقد ان المؤتمر الصحفي كان صريحا ومستفيضا في هذا المحور. اذا اود قراءه لما تم تقديمه في هذا المجال. موريتانيا لا تدق طبول الحرب، لسنا متجهين الى مالي من اجل خوض الحرب، وبرغم ذلك نحن مستعدون على حدودنا وجاهزيه جيشنا قويه اكثر من اي وقت مضى. تفضلوا. طبعا انا اعتقد ان هذه النقطه مهمه جدا، وهي أن طبعا كما ذكرت وكما ذكر الدكتور، موريتانيا ليست متجهة إلى للحرب في مالي. بعبارة واحدة، لا ندخل الحرب من أجل سواد عيون الماليين، وإنما حين كما هو معروف تمس الحوزة الترابية لموريتانيا فنحن مستعدين للدفاع عن موريتانيا. هنا ندخل مباشرة فيما يعرف وما أكد عليه السيد الرئيس من ناحية الأمن، لأن وهنا دخل في مباشرة في التعامل مع الجيش، وأنه طبعا هذا محور لاحق سنتحدث عنه. قبل مهم أنه طبعا قبل أن ندخل بشكل مفصل عن الجيش، المهم أنه أكد من هذه الناحية على أمني على الأمني وعلى ضرورة الدفاع عن حوزة التراب الموريتانية، سواء كان ذلك من جهة مالي أو من جهة أو من أي جهة أخرى. هذا ما أراد السيد الرئيس. أن وبالنسبة لقضية الجارة مالي، هي مسألة كانت مطروحة وطبعا ناقشها الجميع محليا وعالميا، وحتى أننا كنا متهمين بأن هناك ضغوط خارجية علينا حتى تطرب منا أو تجبرنا على الدخول في الحرب في حرب مالي، لكن السيد الرئيس كان واقعيا وبين طبعا المسألة بطريقة واضحة وأجاب بكل صراحة أننا لا ندخل الحرب مع مالي. أعتقد أن المسألة واضحة، لا تحتاج إلى الكثير من النقاش. إذا كان للزميلي إذا سأعود إليكم دكتور إسحاق، لكن قبل ذلك الدكتور حسين، إذا تجاوزنا إلى ظلال شيئا ما، أنتم تدركون أنه في المشهد السياسي المحلي هناك من راهنوا بالفعل على أن ثمة تغير جذري في الموقف الموريتاني تجاه ما يجري وما سيجري في الجارة مالي. ألا ترون أن الرد كان صريحا وواضحا ومفصلا بهذا الخصوص؟ شكرا. أعتقد بأن الرد في قضية مالي هو رد وفي لمختلف مواقفه السابقة، سواء في لقاء أطال أو سواء وهذه الأصعب أمام الإليزي.
وأتذكر بأنه حتى فرانسوا هولاند كان مضطرا إلى الإجابة لأن المواقف لا تبدو متقاطعة. لفت نظري ليس فقط التأكيد على أننا لن ندخل الحرب في مالي، وإنما إشارة لإحدى ردوده على الزملاء حتى لا يفهم أصحاب الشمال أن بين سكان أزواد وبين سكان ثمة بعد آخر يرتبط أيضا بأن التدخل العسكري هدفه الأساسي استعادة سيادة مالي وموريتانيا مع استعادة مالي سيادته، ولكنه لن يقضي مطلقا على أصل الداء وهو الحركات الإرهابية المسلحة في شمال مالي، والتي كانت موريتانيا على الأقل خلال الأشهر السنوات الماضية من أول المبادرين إلى الإحساس بحجم خطورة الداء وباستحالة التعايش بين الجماعات الإرهابية والدولة المدنية. لذلك أعتقد بأن موقفه في مالي كان واضحا وكان متناغما أكثر مع الدول التي تلقت الانعكاسات والارتكاسات الأزمة المالية حتى قبل اندلاع الحرب، فإذا بها ستنمو أكثر فيما اندلعت الحرب. وهنا أضرب مثل على الجزائر وعلى موريتانيا، نحن الدول القريبة جدا من مالي التي يبدو أنها تضررت قبل اندلاعها ولا تريد أن تدفع تكاليف باهظة، من آخرين يضعون التصورات دون أن يحسوا أو يلمسوا حقيقة الوضع الميداني. لذلك دعا كما دعا أكثر من مرة في مقابلاته إلى ضرورة استنفاذ مختلف طرق الحوار وعملية تحييد المدنيين وتحييد كل الحركات ذات المطلب المدني الذي قد لا يصل حدود اختراق سيادة الدولة المالية، ولكن يعزز من مزيد من تصالح الدولة المالية مع متطلبات العدالة ومع رفع الغبن والغلم عن حركات مطلبية تناضل منذ قرابة 6 عقود في هذه المنطقة. لذلك أعتقد بأن الموقف المالي كان واضحا، وكما قلت كان أصعب أن يعلن بصراحة في فرنسا خصوصا. لذلك موقف واضح لحد الآن، سيما وأننا نستفيد عمليا من الخطأ التاريخي في الانسحاب من منظمة CDAO. إذن لا نتملك الآن ذلك الإحساس بالغبن الأخلاقي من أننا لم نشارك تحت مظلة لا ننتمي إليها. هذا فيما يتعلق بالبعد المالي. فيما يتعلق بالبعد سواصل في هذا المحور بذات لأخذ رأي الدكتور محمد إسحاق. إذا دكتور، ضمن نفس السياق في رد رئيس الجمهورية تمت الإشارة، بل قال بالصراحة إن ظاهرة الإرهاب ليست جديدة في المنطقة في مالي تحديدا، فما الذي استجد حتى ندق ناقوس الخطر وندخل في حرب؟ السؤال مهم، ما الذي استجد، ما الذي يدعو إلى الدخول؟ هناك شيء ما قد استجد، هناك حركات قد سيطرت على حيز ترابي لم تكن تسيطر عليه، وبالتالي هناك إخراج كانت الحركات الإرهابية ومهرب المخدرات، لأنه لا ينبغي الفصل بينهما لأنهما كانا يشتغلان في حيز واحد مأهول. لكن الآن ما الذي حدث؟ حدث أنه تم استيلاء على مدن مأهولة وتمت السيطرة عليها وأصبحت تدار من قبل هذه المجموعات، وبالتالي أصبحت السيادة المالية منقوصة. لكن هذه الأزمة بالإضافة إلى البعد السياسي الخارجي، هنالك أيضا رسالة داخلية، لأن أزمة مالي استخدمت داخلي كنوع من البعبع أو نوع من التخويف على أبوابنا أزمة، وهذه الأزمة ستؤثر علينا تأثيرا كبيرا. أعتقد أن الرئيس أراد أن ينزع فتيل هذا التوظيف الداخلي لأزمة مالي من خلال إعلان موقف صريح أولا من هذه الأزمة، ثم من خلال توضيح أنه ليس هنالك شيء مخفي في هذه الأزمة، حين قال نصا نافون با دو باكت افيك او، بمعنى نحن نرفض الدخول في الحرب ليس من منطلق أن لدينا أشياء غير معلنة مع هذه الحركة، لا، هنالك موقف مبدئي مستبعدة تماما، وهذا أيضا فيه رد على من أن الرئيس يخوض حروبا بالوكالة عن الآخرين. فإذا أعتقد أن فيه رسالتين، رسالة بأن السياسة الخارجية لموريتانيا هي سياسة خارجية مستقلة تقوم على المصالح الوطنية تأخذها في الحسبان، لا ترفض موريتانيا أن تلعب دورها الإقليمي، هي معنية بمالي
بسبب الجوار، بسبب كما أضاف كما تفضل السيد النقيب الامتداد الديمغرافي ما بين موريتانيا وما بين مالي. لكن هذا الامتداد الديمغرافي حتى ولو كان فيه جانب عاطفي، السياسة لا تبنى على ذلك الجانب العاطفي وإنما تبنى على المصالح. وبالتالي ما أراد الرئيس أن يقوله هو أن مصلحة موريتانيا هي التي ستجعل موريتانيا تتدخل أو تحجم عن التدخل، والآن هو يقدر أن من مصلحة موريتانيا أن لا تتدخل بالحرب، هي لا تتدخل بها، نقطة ونهاية. واضح. إذن أحد الزملاء الصحفيين طرح سؤالا بخصوص حضور المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي الموريتاني، رد فخامة الرئيس أشار فيه إلى أن مهام الجيش وأجهزة الأمن محددة في الدستور، لا يوجد الآن عسكري رئيس مدير عام لمؤسسة، لا يوجد وزير ولا سفير، إذن كيف قرأتم هذا المحور؟ تفضل. شكرا. أعتقد بأنه في حديثه عن الجيش، وكان زميل عمير هو أول من طرح سؤال في هذه القضية نظرا لما أسماها ملاحظة البعض الحضور الزائد للشخصيات العسكرية، وهو سؤال حساس. عادة أعتقد بأنه كان من بالنسبة لرئيس الجمهورية كان من صراحته أن أجاب عليه، أجاب عليه بشكل يحاول أن يؤمن للجيش بعده الدستوري وأن لا يخفي تقديره إن على مستوى كرئيس الجمهورية وإن حتى على مستوى تعاطيه مع فترة غياب رئيس الجمهورية ولو بشكل مضمن أيضا ومخفي، لأنه حافظ على مكانته في واقع الدستوري. ثم تخلط وتماه في طبيعة التعاطي مع الجيش، فالجيش عندما يقود انقلابا 2005 و2008 نحن أمام تصحيحات وتغييرات، وعندما يتولى الحكم نحن أمام انتخابات، وعندما يحافظ على السلطة حافظ على موقعه الدستوري. أعتقد بأنه كان من الأصلح لتصالحا مع التاريخ 2005 و2008 انقلابا حتى يكون بعد النصح للجيش بأن واقعه أن كل عملية تغيير غير دستورية هي انقلاب، وبأن المكان بأداء الطبيعي. هذا فيما يتعلق ب دكتور عبد الرحمن في نفس المحور. تحدث الرئيس عن المؤسسة العسكرية بإعجاب، لأنه خلال حديثه تحدث عن التطورات التي حدثت في بنية الجيش الوطني، كما تحدث أيضا أنه يعتز بأن الجيش ملتف حوله وأنه يشرفه هذا الالتفاف، وفي هذا يقرأ على كل حال قراءة بأنه أن خلال هذه الفترة التي غاب فيها رئيس الجمهورية عن البلاد حافظت المؤسسة العسكرية على انضباطها، وحافظت الأمن داخل البلاد، واستمر الوضع مستقرا عكس ما كان البعض يراهن عليه، أن ربما وكما أشيع حتى أن هناك محاولات وأن هناك تغييرات قد تحدث في البلد، وحتى أنه حددت ساعة الصفر بالنسبة لبعض التحركات، لكن كل هذا لم يقع منه شيء، وظلت المؤسسة العسكرية محافظة على انضباطها على كل حال. وأشار أيضا إلى إشارة مهمة أشار إلى السيد النقيب في خلال تدخله، وهو على أن دسترت أن وضع الجيش أنه ينص عليه الدستور ومحدد، ولا شك أن أيضا أن القانون الذي صدر اليوم في مجلس الوزراء والذي يجرم الانقلاب الاستيلاء على السلطة بالقوة أيضا تأسيس لمرحلة جديدة ستدخل فيها موريتانيا. طبعا كان تطبيق النتائج الحوار ما بين الأحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة. دكتور غامضة ايش في السياسة الجيش
يستطيع أحيانا تحرضه أحيانا تريده من الجيش، وإنما موقفها هو موقف نفعي حين يكون بعضها حين الجيش عن السلطة من مصلحة يحدد أساس موقفه من الجيش. نريد جيشا جمهوريا، جيشا يقوم بمهامه، وقد صرح السيد الرئيس بأن الجيش يقوم بهذه المهام. ما أشار إليه الدكتور حول القانون الذي تمت الموافقة عليه بتجريم الاستيلاء على السلطة بالقوة، أعتقد أنه تجاوز قوة الجيش ربما إلى قوة الشارع أو قوة أخرى، أي أن تجريم الاستيلاء على السلطة بغير السبل الديمقراطية التي نص عليها الدستور، فكل ذلك يعد قوة. الدكتور بتار، أنا أعتقد أن موضوع الجيش أثاره سؤال صحفي الذي كان طبعا يحتمل لغز معين أو يود من خلاله الإجابة على السؤال هو أو استفهام كان مطروحا بالنسبة للعامة، وهو أن الجيش هو من كان يحكم في فترة غياب السيد الرئيس، يعني هذه مسألة كانت هي المشاعة بالنسبة لي. لكن سؤال جواب السيد الرئيس أنه أولا علاقته مع الجيش، وثانيا أيضا أعطى كما ذكر الزملاء أعطى الوظيفة الأساسية التي يخولها الدستور للجيش ومكانته بالنسبة لي للدولة والدفاع عنها، وبالتالي كان أكثر شمولية ووضوحا فيما يخص مسألة الجيش. إذا بطبيعة الحال هذه قراءات وانطباعات صحفية أولى، هناك بعض المختصين خصوصا إذا تحدثنا فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي طبعا زيادة الأجور مؤخرا طرحت أسئلة بهذا الخصوص، إذا كيف قرأتم الردود؟ اعتقد الاهم اللي ميكروفون الحسين ميكروفون صح اوكي. اعتقد انه الذي تحدث عن رئيس الجمهوريه اكيد ارادته الشخصيه في ان وانه عمل كان الهدف منها أن تنسحب على أكبر عدد ممكن من المواطنين، وكذلك الشأن في الزيادة الحالية 30% بالنسبة للرواتب الضعيفة أو الرواتب الضعيفة، وكل الرواتب ضعيفة ما في ذلك الشك، و 10% بالنسبة للرواتب الأخرى. جدد تأكيد على قرابته أو سياسته في الاهتمام بأن تنسحب كل الآثار أو الترتيبات الاقتصادية أو أن يستفيد منها الغالبية وليست الأقلية. ثمة كما أشرت إشارة إلى لتأس إلغاء لتأس، وثمة طمأن على البعد الاقتصادي من خلال الحديث عن حدود 70 مليار من موارد الدولة خارج ما سيقدم من الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية الصيد. هذا فيما يرتبط بالبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي بصفة عامة. ثمة مواضيع اقتصادية واجتماعية لم تحظى، قد يكون الأمر عائدا إلى عدم طرح أسئلة فيها ولو كانت تستحق، موضوع الاجتماعي المرتبطة بالبطالة والعطالة وبالأمن الغذائي وغير ذلك، هذه أمور لم تحظى خلال المقابلة، وإن كان تحدث عنها في خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال. كنت أود أن أشير زيادة على الأبعاد الاقتصادية أيضا إلى أن ثمة أبعاد كان بودي أن يكون الحديث عنها أكثر، هي منها أو كان الحديث عنها في بعض الحالات براغماتيا كما هو الحال بالنسبة للسنوسي، قال رئيس الجمهورية في آخر رده بأن موريتانيا لا يمكن أن تتحمل كل هذه الإزعاجات لصالح شخص، وكأنه نوع من التنازل عن المبدئية لصالح درجة من البراغماتية، زيادة على أن طبيعة التعاطي مع السجناء السلفيين كانت أقل مبدئية أيضا، وكذلك الشأن بالنسبة للرد فيما يتعلق بجميل منصور لأنه لا يتحدث، قال وأنا أهاجم شخصيا صحيح ولكن تهاجم من طرف سياسي، وموقفك كرئيس جمهورية وموقعك يضمن ضرورة حماية كل الأشخاص والتنديد المبدئي بكل المحاولات التي يمكن أن تمس شخصا، لأنك مجسد
لاستمرار السلطات ومجسد للدولة ولكنه تعاطى في هذه الحالة معه كسياسي في مواجهة سياسي، وأنه بقدر ما يتحمله هو كرئيس جمهورية عليه أن يتحمل الآخرون أيضا مختلفة. هذه عموما هو الملاحظات اللي كان رئيس الجمهورية مرحا في عديد من ردوده وتلقائيا. سنختم ببعض الملاحظات لكن نواصل فيما يتعلق بالمحور الاجتماعي والاقتصادي خلال ردود متعلقة بالأجور وبعض الإشارات الاقتصادية الأخرى. تفضل دكتور عبد الرحمن. تحدث فخامة الرئيس رئيس الجمهورية عن زيادات الأجور، وكما يفهم أن كما أشار الدكتور حسين أن رئيس الجمهورية يريد أن تستفيد أكثر طبقة معينة من المواطنين الموريتانيين أن يحظوا بفرص تحسين مستوى القوة الشرائية، وهو أشار على كل حال إلى ذلك، أن تتحسن القوة الشرائية للمواطنين، أن تتحسن أوضاعهم الاجتماعية، وهذا كان هدف هذه الزيادات في رواتب الموظفين، كما أشار أيضا إلى أن إلغاء الضريبة لتأس أنه تم إلغاؤها، وكل هذا بهدف تحسين وضعية الموظفين. وكما هو معلوم فالموظفين الموريتانيين من الناس الذين يستفيدون من ما أعلم أن هناك الوظيفة العمومية تقريبا عدد موظفيها لا يتجاوزون 30 إلى 40 ألف موظف. إذن فهذه الطبقة هي المستفيدة من واردات الدولة، إذن فهو حريص على أن تستفيد طبعا هذه المجموعة تستفيد أيضا أو تعيش من ورائها أسر، معناه أن مجموعات كبيرة من الشعب الموريتاني تستفيد من رواتب هؤلاء الموظفين. فكلما كان هناك تحسنت ظروف هؤلاء الناس تحسنت ظروف المجتمع ككل. كما أن أيضا تحدث أن هناك أيضا فائض 80 مليار التي ستدخل والتي لم تحتسب ضمن الميزانية، أن قد تستخدم أيضا من أجل تحسين وضعية الموظفين. كما أشار أيضا إلى نقطة مهمة، وأن البنزين تتحمل الدولة الموريتانية الميزانية العامة للدولة مبالغ طائلة مقابل أن توفر نوع من الاستقرار الاقتصادي للمواطنين، لأن المواصلات تتعلق الأسعار في زيادتها تتعلق بالنقل، لأن البنزين هو محرك الحياة اليوم، فالنقل زيادات في الأسعار تترتب على عندما تزداد أسعار البنزين تتزايد الأسعار، تتزايد أسعار المواد الغذائية، النقل، يعني الكل مرتبط بهذه الآلية التي هي تتعلق بالبنزين أو البترول والمشتقات المتعلقة به، وطبعا دعمها هو دعم للقوة الشرائية للمواطن. أعتقد أن هذا على كل حال هو ما واضح. طبعا بالإضافة للحديث عن الاتفاقية الأخيرة للصيد ونواذيبه كمنطقة حرة إلى غير ذلك. إذن في هذا المحور هل من إضافات الدكتور إسحاق؟ شكرا. استوقفتني رؤية في المجال الاقتصادي يمكن أن نقول عنها ذات طابع استراتيجي، بمعنى أنه في أغلب الأحيان نحن ننتظر من رأس الدولة أن يتحدث في أمور الحياة اليومية للمواطن، لكن أيضا مطلوب من رأس الدولة أن يتحدث في القضايا الاستراتيجية، وأعتقد أنه طرح قضية مهمة تتعلق بالزراعة، دعم القطاع الزراعي، لأن هذه هي الاستراتيجية الاقتصادية التي ينبغي الاهتمام بها. زيادة مرتبات الموظفين مطلوبة لتحسين معيشتهم، لكن هنالك خطر، هو خطر تضخم، بمعنى أن الاقتصاد هو وحدة متكاملة،
فحين تريد أن تزيد المرتبات ينبغي أيضا أن تكون هنالك آلية لزيادة الإنتاج. وأعتقد أن هناك نقطة أخرى مهمة أيضا في زيادة المرتبات، حين سأله أحد الصحفيين عن أن القيمة التي أعلن عنها ربما لا تكون ذات شأن بالمقارنة مع زيادات أخرى وصلت إلى 100%. هنا الرئيس تحدث بشكل من الشفافية حول الآليات التي على أساسها تحسب الزيادات، وبالتالي هو أراد أن يتحدث عن زيادة واقعية ذات طابع اقتصادي وليست دعائية. المسألة الأخرى المهمة هي مسألة الضريبة، ضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين. أعتقد أن الموريتانيين الوحيدين الذين يدفعون ضرائبهم بشكل منتظم منذ الاستقلال حتى اليوم هم الموظفون، وقد رأينا فضائح في مجال الضريبة. بعض الناس كان يمتلك الختم، ختم الضريبة، ويختم لنفسه ويتهرب من الضريبة. أعتقد أن إلغاء ضريبة الدخل عن الموظفين هو شكل من أشكال إنصاف الموظف، لأن الدولة تقطع منه بشكل مسبق، ولا بد أيضا من سياسة ضريبية، وقد بدأ فيها سياسة ضريبية تجعل أولئك الذين يمتلكون رأس المال يساهمون في التنمية عن طريق دفع الضرائب. ربط الرئيس أيضا ما بين التعليم والبطالة، وهو ربط درجة عليه ويستمر. هنا نظل دائما في مسألة استمرار الخطاب، أن التعليم يحتاج إلى إعادة توجيه، أن البطالة ليست ظاهرة تعود إلى البنية الاقتصادية للدولة، وإنما تعود إلى سوء التوافق ما بين التعليم وسوق العمل. واضح. إذن الدكتور بتار بشكل سريع، الزملاء طبعا جابوا على ما يخص بالنسبة للأجور، لكن الملاحظ في قضية الأجور هو أنها هذه المرة كانت منطلقة من دراسة. أي نحن نعرف أن زيادة الأجور في العادة كانت تلقائية هكذا دون أن نعرف لماذا تمت الزيادة، ما هي المؤشرات، ما هي طبعا على أي أساس. هنا في هذه المرة كانت زيادة الأجور على منطلقة من دراسة اقتصادية واضحة. هذه الدراسة تمس ما يخص المواطن في مختلف مراتبه، معناه انه من صاحب الراتب الضعيف الى صاحب الراتب القوي. وايضا كانت مقتصره على نقطه اساسيه وهي الاستهلاك، يعني لم تكن تخص الراتب بشكل عام او ما يخص المواطن بشكل عام او الموظف الموريتاني، لكن حددها السيد الرئيس بان تكون محدوده جدا او مباشره لما يعرف به بالنقطة الاستهلاكية. إذا أخذنا الوقت، ربما سؤال أخير لنمارس ولو قليلا نقدا ذاتيا، كيف وجدتم أداء زملائنا الصحفيين دكتور حسين؟ شكرا جزيلا. زملائي كما نختار مثل مع زملائي، لقد نعرف أن أدائهم الآن أحسن بكل تأكيد من أدائهم في السابق في المرح، خصوصا في لقاء الشعب اللي ماضي فطاء. ونعرف أن كل الأسئلة اللي محرجه انطرحت، قالوا بعض من الاسئله اللي راهم الوصيه عليها ورغم ذلك كامل ما قد التوخر، ويقدم على لديهم عزه الغير ما خاطرهم ساو روسهم. كنت توصل قضايا الاعلام كانت اخبار 60% ما تكلم حد عنها، واخبار مامون يتكلم عنها. وهي بعد مناسبه نطلب رئيس الجمهوريه مشددا انه اذا عاد كيف ينقال القضيه جايه من له يحل هذاك تعسف، وإذا عاد جاي من إله هم اللي يأمر الأمر. نحن كنا نعد نقد ذات الشيء. النقطة الأخرى اللي في أخبار الإعلاميين خارجين سؤالين والله ثلاثة، كانوا هم اللي من الأسئلة اللي مطروحة بالنسبة للرأي العام ما تمت الإجابة، ما تم طرحه. طبعا نكرك الدكتور حسين قلبت سؤالي. يعني أطلبت منك نقد ذاتي مع للزملاء أداء صح للزملاء. أنا تقييمي لهم تقييمي لهم أنهم أدائهم هذه المرة أنه أحسن من المرة الماضية، وأن الأسئلة الكبرى انطرحت. قالت بعض من الأسئلة المرتبطة بالأبعاد الاجتماعية ما انطرحت كذا البطالة، وبعض من الأسئلة اللي مرتبطة بالبعد القانوني وهو عملية ذاك المرسوم اللي في أخبار الوزير الأول، وخصوصا الرئيس يمشي ويجي شور فرنسا، كان من الضروري ابتداع آليات للضمان. دكتور عبد الرحمن نفس السؤال في جملة لو سمحت. أداء الزملاء على كل حال أضيف كما أضاف النقيب أنه هذه المرة كان أفضل من أدائهم في أطار، وفي السنة التي قبلها كان هناك تحسن في نوعية الأسئلة. وأعتقد أن هذا يعود لأن الآن كانوا في جو خاص وفي نوع من الهدوء تمكنوا من خلاله يعني أن يستحضروا
تكون هناك نوع من الهدوء من السكينة. في المقابلات الأخرى كانوا ضمن مجموعات كبيرة من الناس وكانت هناك ضغوط. أعتقد على كل حال أن أداؤهم كان مقبول، رغم أن بقيت هناك بعض الأسئلة التي لم يطرحوها على سيد الرئيس وكان من الضروري طرحها. دكتور إسحاق جملة. نعم الأداء كان جيد، كان ممتاز، ويبدو لأن هناك نقطة مهمة وهي عملية إصرارهم على الأسئلة حتى لو تجاوز الرئيس نسي أو تناسى فهم يذكرونه بالسؤال، وبالتالي هناك إصرار على متابعة الأسئلة وكانوا مهنيين فعلا. يعني أنا أقدم لهم التحية لأني في البداية ذكرت أن الإطلالة كانت أحسن من 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 من, من ما كان في أطار، بالتالي بمعنى أن الصحافة بدوا بناء حسنا واستطاعوا أن يطرحوا بعض الأسئلة الشائكة التي جاب عليها الرئيس بشكل واضح. إذا كنتم أيها السادة تتابعون على الهواء مباشرة نقاشا مفتوحا ضمن استديو تحليلي وكب وقائع المؤتمر الصحفي الذي رد خلاله فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز على أسئلة الصحافة الوطنية. أشكر ضيوفي الدكتور محمد إسحاق ولد الله أستاذ بجامعة نواكشوط، الدكتور بتار ولد العربي أستاذ بجامعة نواكشوط كذلك، الدكتور الحسين المدو نقيب الصحفيين الموريتانيين، والدكتور عبد الرحمن والحرمة وهو رئيس لجنة احترام أخلاقيات المهنة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.